مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة وقراءة في مشهد جديد. ما زالت انتخابات الرئاسة الأمريكية تحتل مكانة الصدارة في الأجندة العالمية وفي المشهد العالمي بصفة عامة. هذه الانتخابات التي شهدت أعلى معدل للتصويت منذ 120 عاما، وبالتحديد منذ عام 1900، حيث شارك في هذه الانتخابات 160 مليون نسمة من لهم حق التصويت في الانتخابات الأمريكية بنسبة بلغت 66.9%. هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2000 يستيقظ المواطن الأمريكي دون أن يعلم من هو الرئيس الفائز في اليوم التالي للانتخابات بمقعد الرئاسة. حتى الآن نجح المرشح الديمقراطي جو بايدن في الحصول على 264 صوتا في النتائج الأولية في المجمع الانتخابي. الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب حتى الآن حقق 214 صوتا في المجمع الانتخابي. ماذا ستسفر عنه هذه الانتخابات والسيناريوهات المحتملة في هذه الانتخابات بعد انتهاء عمليات التصويت وأجواء المشكلات والصراع الدائر الآن القانوني؟ حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من المشهد، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الأستاذ أشرف أبو السعود، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. برحب بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا يا فندم. اسمح لنا نذهب لمتابعة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير ثم نبدأ القراءة في هذا المشهد. أصبح الطريق إلى البيت الأبيض حاملاً للمفاجآت، فمع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في الوقت الذي زعم فيه الرئيس دونالد ترامب أن الانتخابات شهدت تزويراً وأقام دعاوى قضائية في سباق انتخابي لم يحسم بعد. وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط اندلاع التظاهرات في مدن أمريكية للمطالبة باحتساب جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية. ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤى مختلفة في العديد من الملفات، وفي مقدمتها أزمة كورونا وإدارة الاقتصاد وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي. ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538، ولكي يصبح المرشح فائزا عليه أن يحصل على 270 صوتا أو أكثر. ويضيق الفارق في السباق الانتخابي في 5 ولايات، إذ يتقدم بايدن قليلا في نيفادا وأريزونا، في حين يراقب ترامب تقلص تقدمه السابق في بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين في فرز الأصوات المرسلة بالبريد. من جهته وصف فريق من المراقبين الدوليين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حدوث مخالفات في عملية التصويت بأنها لا أساس لها من الصحة. يذكر أن عمليات التصويت في الانتخابات شهدت مشاركة كبيرة من الأمريكيين الذين اصطفوا أمام مراكز الاقتراع وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح البلاد. مشاهدينا الكرام، لكم التحية من جديد ولضيفي في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ أشرف أبو السعود، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أجدد لحضرتك التحية أستاذ. أهلا وسهلا. أستاذ أشرف، بداية معركة تكسير عظام كما يصفها بعض المحللين، كيف تنظر إلى المشهد الانتخابي الأمريكي الآن؟ شوفي حضرتك، أمريكا دولة عظمى كبيرة، كل دول العالم بتنظر إلى ما تسفر إليه هذه الانتخابات بحكم ان هي دولة كبرى مؤثرة على مجريات الاحداث في العالم. لكن في النهاية هو صراع بين شخصين على ادارة الولايات المتحدة الامريكية التي لها اجندة للتعامل في سياساتها الخارجية مع كل الدول. هذه الاجندة ليست بالضرورة يعني توافق هوى كل الدول، وبالتالي نحن ننتظر فقط ما يحدث.
أمامنا في هذه الانتخابات أربع سيناريوهات لن يخرج عنها تلك الانتخابات. السيناريو الأول وهو شائع هو فوز جو بايدن. ليه توجهنا للسيناريو ده؟ لأنه هو في طول فترة الانتخاب هو متجاوز بنسبة 10% بينه وبين ترامب. هذه واحدة. ثانيا ترامب عنده مشاكل كبيرة في إدارته اللي بدأت في 2016، أولها أنه لا يهتم نهائيا ببعض القضايا المحورية التي شكلت تاريخ الولايات المتحدة. إدارته غير رشيدة في التعامل مع الخصوم زي إيران، كوريا، الصين، روسيا. هذه واحدة. يتميز بسوء السمعة، هذا مشهور عنه، لأنه راح ثلاث مرات طلب في الكونجرس، استدعى للتحقيق ثلاث مرات على خلفيات مختلفة. الحاجة الثانية هو تسبب في حالة انقسام حاد داخل المجتمع الأمريكي على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي. هذه واحدة. أيضا هو لا يهتم بالمشاكل الكونية المتعلقة بالاحتباس الحراري. على الطرف الآخر هذا على الشأن الداخلي. على الشأن الخارجي أولا مساره غير مقبول، لا اتفق مع السياسة مع تاريخ السياسة الأمريكية في التعامل مع الحلفاء زي حلف الأطلنطي، عنده مشاكل مع الاتحاد الأوروبي. أيضا هو لا يهتم بفكرة مكافحة الإرهاب إلا من وجهة نظري. هو يرى أن أمريكا أو مصلحة أمريكا هي مصلحة رقمية، بمعنى الاقتصاد، أنا أقدر أجيب فلوس منين. هو كان دائما ما يردد بأنه الخصوم ينتهزونه والأعداء يبتزونه، فده الشعار اللي هو كان بيشتغل بيه. وبالتالي فرصة جو بايدن كبيرة جدا للتفوق على ترامب. اسمح لي في امر يعني بيستوقفني في كلام حضرتك. السياسه الخارجيه الامريكيه دائما ما كنا نسمع انها لا توجه برئيس الولايات المتحده بقدر ما هي سياسات بتكون موضوعه من الثينك تانكس ومراكز في الولايات المتحده لاتخاذ يعني خطط واستراتيجيات بيسير عليها الرئيس، وربما يكون الاختلاف بين الديمقراطي أو الجمهوري اختلاف بسيط في بعض الأمور التنفيذية، ولكن بصفة عامة السياسات هي موضوعة والرئيس لا يخرج عنها بدرجة كبيرة. ده حقيقي، بس يعني ما هو الخط السياسي الخارجي لهم واحد. نعم. أيا من كان، لكن الوصول إلى مقعد الرئاسة يأتي باللعب على أوتار أن هذا أخفق في أمر ما، فكل واحد. طيب ما هو من ضمن الاتهامات الموجهة لترامب سوء السمعة، جزء منها ما ظهر منه في المناظرة الأولى مع بايدن. هو ظهر بشكل قبيح جدا، هو تناول أمور شخصية نال منه، ده قلل من أسهمه ورفع أسهم بايدن، وبايدن اشتغل على ده. أجي لك تاني للسيناريو الثاني، هو فوز ترامب وهو بعيد حتى هذه اللحظة، بعيد إلى حد ما. طيب معنى ذلك أن احنا هنعيد مرة أخرى ما حدث في 2016 بعودة بأنه ترامب جه. طيب هو ترامب كيف وصل إلى مقعد الرئاسة؟ لأنه تبنى، هو استفاد من أنه في حالة انقسام سياسي واجتماعي داخل المجتمع الأمريكي، هو تبنى ثورة قال فيها أنه الأبيض المتعلم لا يأخذ حقه على نحو كبير جدا، وان الضرائب الباهظة التي يدفعها تذهب الى الملونين والمهاجرين بطرق غير شرعية او شرعية، تذهب الى امريكا البيض بتوع امريكا اللاتينية. في النهاية هو لعب على مشاعر هؤلاء البيض، رغم انه فيما بعد فترة رئاسته كانت ضدهم والضرائب كانت مرتفعة فعلا، هو لم يقدم جديد لهم، لكن هو لعب على المشاعر دي. وفي حتة فنية الحقيقة انا كثير يغفلوها، اللي بيصل الى موقع الرئاسة الامريكي ليس هو الذي يحصد الصوت الشعبي البابولار فوت، لا، المجمع الانتخابي. المجمع الانتخابي ده بيتكون من 538 عضو. متقسمين ازاي؟ 435 عدد اعضاء مجلس النواب الامريكي، 100 عدد اعضاء مجلس الشيوخ، 3 اعضاء اخرين اللي هم يمثلوا مقاطعة كولومبيا. ايه هي مقاطعة كولومبيا؟ اللي فيها العاصمة واشنطن دي سي.
القانون الأمريكي قال أنه علشان ما يتمش استغلال هذه المقاطعة اللي هي عددها كبير جدا من قبل الرئيس الحالي، لا احنا مش هنناخد من التصويت بتاعها، احنا نديهم بس 3 مقاعد. وبالتالي ترامب فاز على هيلاري كلينتون مش بالصوت الشعبي، هي متفوق عليه في الصوت الشعبي بفوق 100,000 أو 150,000، هو تفوق عليها في المجمع الانتخابي. نعم، والمجمع الانتخابي بيحصل فيه الرئيس على يعني أصوات الولاية بالكامل في حال ما إذا فاز بالأغلبية من المصوتين. ما هو بيعتبره في الولاية ديت وحدة انتخابية، اللي يفوز بصوتها في المجمع الانتخابي ياخدها كلها. نعم، والولايات بتختلف على حسب عدد السكان والنسبة. بالضبط، على حد على حسب عدد السكان. هو أكبر ولاية اللي هي نيويورك لها 55 مقعد، دي أكبر واحدة. نيجي بعد كده للسيناريو الثالث اللي هو إحنا فيه دلوقتي، اللي هو حاليا هو سيناريو الأزمة، أن يقوم أحد المرشحين بإثارة أزمة دستورية عميقة بالتشكيك في الانتخابات. مين اللي عمل ده؟ ترامب بدأها من الأول. يعني عايز أقول لحضرتك كمان أنه في الشكل التصويت في الانتخابات الأمريكية بياخد شكلين، شكل شخصي، التصويت بيسموه التصويت المبكر الذي يبدأ في يناير من العام الذي يقام فيه هذه الانتخابات، يعني بدأ يناير اللي فات، بشكل شخصي أو بالبريد. خلينا في موضوع البريد ده، هو ده الأزمة. هو حس أن الديمقراطيين تم التصويت لهم عن البريد بزيادة، وبالتالي هو هيفقد المقاعد في المجمع الانتخابي. بدأ يروج على أنه التصويت الانتخابي، التصويت عبر البريد، لا فيه مشكلة، هو يشكك في نتائج البريد ويريد يشكك، وراح قال فعلا طلب المحكمة الدستورية العليا أن هي تتدخل لفحص 4 ولايات، وقيل في تقارير إعلامية أنه هي 6. أي ما كان 6 أو 4، هو بدأ يحط قصة الأزمة. ده اللي دافع توماس فريدمان انه يقول انه بالطريقه دي سيتحول الامر الى حرب اهليه. طب ليه هتحول الى حرب اهليه؟ زي ما قلت لحضرتك، المجتمع الامريكي الان يعاني من انقسام سياسي واقتصادي واجتماعي. المجتمع الامريكي فيه اقليات سوداء تحمل السلاح، في حاجه اسمها الجماعات البيض العليا اللي فيها كوكلاكس كلان، ده بدايتها، عندهم سلاح، دولت ضد دولت. لاحظي حضرتك انه الاقليات السود في امريكا حصل من حوالي 5 شهور يعني عدد من الحوادث والتهمة الشرطة بالتعنت والعنصرية. أداء الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب كان أداء مهترئا إلى حد كبير جدا، خلى الجماعة من أصول أفريقية أو السود ينقموا عليه ويقوموا بأعمال شغب كثيرة جدا هددت ما قيل أنه تاريخ الدولة الأمريكية. ده ممكن يحصل إذا استمر ترامب في إثارة المشاكل القانونية. السيناريو الرابع والأخير هو سيناريو الصفقة. أولا، يعني إيه سيناريو الصفقة؟ أن يقوم ترامب ويعقد اتفاق صفقة، أنا هسيب الحكم بمقابل. إيه هو المقابل؟ أن لا أقدم إلى أي محاكمة مهما كان شكلها أو نوعها. طيب ليه هو ممكن يلجأ لهذا الأمر؟ أولا، ترامب عنده مشاكل وفق القانون الأمريكي معاقبة الرئيس على أعمال ما قبل الرئاسة. ايه هي الاعمال؟ اعماله التجارية، عنده جامعة خاصة، علاقاته بين النساء. الاخطر من ده كله، تهربه من الضرائب لمدة 15 عام فقط، هو دفع عامين كل عام $750. هذا ما تم تسريبه الى نيويورك تايمز، الصحيفة الاكثر شهرة في امريكا. هنا حيثار التساؤل، كيف حصل على المقعد في 2016 وسط كل هذه الدعاوى بالفساد؟ الحقيقة القانون الامريكي ما بيبحثش في انت كنت عملت ايه قبل، هو بيبحث في طريقة دخولك للصراع الانتخابي، هو ما بيبحثش في كده. لكن في تسريبات حصلت. طب والمنافس كيف لا يستفيد من وجود هذا القدر من الفساد؟ لماذا لم تستفد هيلاري كلينتون مثلا؟ شوفي حضرتك ترامب عنده مشكلة كبيرة ممكن تدخله السجن، انه دخل متهم بادخال روسيا في الانتخابات السابقة.
روسيا أدت دور كبير جدا لخدمته في الانتخابات السابقة دي. ربما ان هي اخفت حقائق، ربما نجحت في ان هي توقف اي اتهامات موجهة له، لكن في النهاية هو ثابت عليه مجموعة من الاتهامات، اولها وهي تمس الشأن الداخلي كمواطن امريكي، انك انت تهربت لمدة 15 سنة، كنت دفعت سنتين بس كل سنة $750، هذا لا يتفق مع حد استثمارات يعني العملاقة بالضبط. الحاجة التانية، انت عندك انت عندك جامعة فيها مشاكل رهيبة، انت عندك علاقات نسائية مشبوهة، وده على فكرة اتهم وهو في الرئاسة ايضا بهذا الامر. الاخطر ممكن يتنحى، كل الامور دي تتنحى جانبا، الاخطر وجود اتهامات بادخال المخابرات الروسية في العملية الانتخابية اللي هو استفاد منها، وبعد كده انقلب على روسيا وبدأ خلافاته تبقى عميقة عندما حصل اتفاق اقتصادي تقريبا بين روسيا والصين، اعتبرهم هم اعداء اقتصاديين بالنسبة له، وحصل خلافات كثيرة جدا، ونتج عن ذلك ان هو بدأ يحرك ويضع اصابعه في بعض المناطق المشتعلة اللي هي بتخص هيمنة روسيا في منطقة الشرق الاوسط. نعم. هذه هي الاربع سيناريوهات التي لن تخرج عنها الانتخابات الامريكية. طب دعنا ننظر للسيناريو الثالث وهو سيناريو الازمة، وحضرتك ذكرت ان احنا حاليا في سيناريو الازمة. ترامب بيحاول ان يلجأ الى القضاء برفع دعاوى قضائية متعددة في ولايات متعددة، وايضا المحكمة العليا للطعن على نتائج الفرز للاصوات البريدية، لكن يعني متى سيتم حسم هذا الامر، ومتى وكيف يمكن البدائل اللي هتخرج، اما ان هذه الدعاوى سينجح فيها او انه سيفشل فيها، في حال ما اذا نجح فيها. اذا دعوته نجح فيها يبقى خلاص عنده، يبقى احنا هو دلوقتي بيشكك في ايه يا فندم؟ بيشكك في الصوت الانتخابي، الصوت الشعبي الذي تم عبر البريد. فهياخد له وقت تقريبا مش هيزيد عن 73 ساعه، 3 ايام يعني، على بال ما المحكمه تفرز وتعيد الولايات اللي هو شكك فيها وتشوف. طيب اذا طلع في صالحه العمليه تستمر ونشوف هو كسب ايه، وبعد كده نرجع ننتقل مره اخرى لحجم الاصوات التي كسبها في المجمع الانتخابي. طيب في سيناريو اخر ممكن يحصل، ان هو وبايدن ياخدوا نفس الاصوات في المجمع الانتخابي. طيب الحل ايه في هذا، في هذه الحاله الموقف مش لا إيه؟ ازاي هياخدوا نفس الاصوات في المجمع الانتخابي؟ ما كل الولايات يعني هتحسم لده يلده. شوف حضرتك، هي حصلت مرتين في التاريخ الامريكي انهم يحصل ياخدوا نسبه تبقى متساويه. في هذه الحاله بيلجا الى الكونجرس الامريكي، هو اللي بيحدد مين اللي هيبقى الرئيس، وفي معطيات كثيره جدا. اذا الامر معقد، بس انا اعتقد انه سير الانتخابات مش هيوصل بالطريقه دي. طب يعني اذا تحدثنا ان احنا وصلنا لمرحله الكونجرس الامريكي، الكونجرس بيتالف من مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب. النواب يسيطر عليه الديمقراطيون. لا، في اللحظه دي تشوفي حضرتك الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون، من سيحسم هذا؟ لا، هو الحقيقه سيادتك هو مش بالصوره دي، هي صوره مختلطه، لكن في النهايه هتكتشفي ان السياسه الامريكيه لما بتوصل لمنعطف خطير، الديمقراطيون والجمهوريون بيتحدوا لاختيار شخص واحد. ده بقى المفتاح اللغز في الموضوع، انه طول ما احنا على الحياد وانه ممكن حد يكسب خلاص الصراع قائم. طيب اذا الصراع وصل الى مرحله حاسمه وبعد كده ما فيش اي محاولات، بيحصل اتحاد يتم الاتفاق فيه على اسم، على اعلان اسم رئيس الدولة. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله لحضرتك أنه في رأي عام سيء في إدارة ترامب. إيه هو؟ أنه هو هز صورة الولايات المتحدة بالذات في سياستها الخارجية. هم في اتجاه عايزين يرجعوا تاني بأن تكون مؤسسة الرئاسة كما كانت في الفترة، في فترة أوباما وكلينتون، دولة مؤسسات، وأن السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون سياسة رشيدة. ده الاتجاه على فكرة عند الجمهوريين والديمقراطيون الاتنين ميالين لهذا الأمر. هذا الأمر غير متوفر في ترامب. ربما حزبه هو شايف أنه هو اللي بيعمله ده صح، لكن الحقيقة أنه ترامب
أداؤه الحركي كرئيس دولة لم يحقق الطموح لحزبه، وبالتالي هي دي معركة الحزب بياخدها، يعني كسبنا خير وبركة، ما كسبناش خلاص. طب اسمح لنا نذهب لهذه المداخلة الهاتفية من واشنطن. معنا الأستاذ إيهاب عباس، الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. برحب بحضرتك أستاذ إيهاب. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بضيفك العزيز، وأهلا بكل المصريين واللي بيسمعونا من أي مكان. أستاذ إيهاب، أين وصلنا الآن في سباق الرئاسة الأمريكية؟ عدد الأصوات، وأين توقفت العملية حتى الآن؟ يعني احنا دلوقتي الفرق ما زال مستمرا في عديد من الولايات. بالمناسبه يعني في ناس كانت متخيله انه الموضوع خلاص انتهى وبايدن كسب واقرب وفاضل له 6 أصوات في المجمع الانتخابي. لا، هذا غير صحيح. هو بالفعل متقدم في نيفادا مثلا واريزونا، لكن ما زال الفرق قائم، وما زال التقارب بينه وبين الرئيس دونالد ترامب شديد جدا، تحديدا في ولايه نيفادا اقل من 8000 صوت، ولسه متبقي عدد كبير من الاصوات. ربما تذهب هذه الاصوات لرئيس دونالد ترامب وربما تذهب لبايدن. التوقعات تقول انها ربما تذهب لبايدن لانها اصوات ناخبين صوتوا عن طريق استخدام حق التصويت المبكر بالبريد. ولايات حاسمه اخرى يجب ان يفوز بها رئيس دونالد ترامب حتى يصل على حدود القائمه ويحصل على 270 صوتا في الكليه الانتخابيه او المجمع الانتخابي للبقاء في البيت الابيض. هذه الولايات هي نورث كارولاينا او كارولاينا الشماليه، بنسلفانيا، جورجيا، وطبعا في ولايه الاسكا لسه يعني هو بس هو متقدم فيها بفرق كبير، يعني غالبا هيحصل على اصوات المجمع الانتخابي هناك اللي هم 3 أصوات، لانه متقدم بنسبه حوالي يمكن 63% بعد ما فرق ما يقرب من 50% من الاصوات. والاسكا عامه هي ولايه حمراء يعني تنتمي للجمهوريه. بالنسبه لولايه اريزونا ما زال الفرق مستمر، الفارق ليس كبير، 30,000 صوت او اقل ربما، وما زال هناك عدد كبير من الاصوات لم يتم فرزها، ربما توازي او تساوي تقريبا 25% من اصوات الانتخابيه في هذه الولايه. اذا جورجيا تكاد تكون محسومه لترامب ولو ان بايدن بيقترب. نورث كارولاينا نفس الشيء، الصراع مختزن لكن ترامب متقدم. ولايه بنسلفانيا برضه ترامب كان متقدم فرق كبير حقيقه جدا، حوالي 800,000 صوت، لكن مع بداية فرز أصوات القادمة من التصويت البريدي الفارق ضاق إلى تقريبا حاليا 150,000 صوت، لكن ما زال ترامب متقدم. كلمة السر من وجهة نظري هي ستكون ولاية نيفادا. نيفادا لأن أنا أعتقد أن ترامب هيفوز بالولايات اللي ذكرتها قبل ذلك، لكن نيفادا إذا استطاع ترامب أن يفوز بها هتفرق معاه كثير جدا في الحصول على الأصوات اللازمة للوصول إلى الرقم السحري اللي هو 270. طب أستاذ إيهاب، يعني لماذا يطعن ترامب على الأصوات بالبريد؟ يعني إذا كان هذا هو أسلوب معتمد للانتخابات الأمريكية، سبب الطعن على الأصوات البريدية إيه؟ شوفي أستاذ العزيزة، في تقارير ولقطات حتى فيديو صغيرة عبر اليوتيوب بتشير إلى أن هناك أصوات بالبريد تم إهمالها في صناديق المهملات، وتم يعني في ناس صوروا نفسهم ماسكين أصوات مصوتين لترامب أو أوراق انتخاب لمواطنين منتمين للحزب الجمهوري أو صوتوا لرئيس دونالد ترامب، ومسكوا الأوراق ديت وحرقوها في صناديق القمامة ونشروا الفيديوهات على يوتيوب. طبعا الفيديوهات دي ممكن تكون فيك، يعني ممكن تكون فالس زي ما بيقولوا، ممكن تكون حقيقية. جهات الشرطة والتحقيق عامة بتمارس الاستقصاء والتحقيق في هذا الإطار لاستدلاء الحقائق. الحاجة الثانية إنه الفترة اللي بيتم فيها من بداية ما بيبعتوا لك الورقة التصويتية الخاصة بك عبر البريد للبيت وتصوتي بيها تعتدي بصوتك خلالها، وبعدين تبعتيها للبريد ومن البريد يتم نقل هذه الصورات مرة أخرى إلى اللجان الانتخابية للفرد. طبعا دي مشكله كبيره، انه ممكن يحصل عمليات تزوير رهيبه و القاء اصوات في سله المهملات، عادي جدا ممكن يحصل. وطبعا موظفين البريد لم يؤدوا القسم الفدرالي مثلا كيحافظوا على ادائهم الوظيفي والى اخره، لكن
هم موظفين عاديين لديهم انتماءات سياسيه، فمن الممكن بكل سهوله ان يعني يتلاعبوا في هذا الامر. هل هناك تلاعب حقيقي؟ انا لا اجزم بهذا، ولكن انا بتكلم على المخاوف التي يعبر عنها الرئيس دونالد ترامب وفريقه بانتخابه من امكانيه ان يكون هناك تزوير كبير. والتزوير هنا مقصود انه مثلا كما قدم رئيس دونالد ترامب اعتراضاته في ويسكونسن وميشيغان، انه في اصوات لناس توفوا تم احتسابها للمرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الحاليه. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ غير صحيح؟ ده اللي هنعرفه من خلال الطعون اللي مقدمها للجان الانتخابيه. واذكر برضه استاذ ايهاب، متى سيتم حسم هذا الامر سواء بالقبول او بالرفض لطعن ترامب؟ يعني المساله هتاخد وقت صراحه. يعني بقول لحضرتك احنا عندنا لغايه يوم 20 يناير اللي هو الانوجريشن داي او يوم التنصيب للرئيس الامريكي الجديد، عندنا من النهارده لغايه 20 يناير يقعدوا يلعبوا مع بعض بقى عسكر وحرامية براحتهم لغايه اما نشوف مين اللي هيكسب في النهايه. لكن في نهايه المطاف طبعا عندنا ممكن نوصل لمرحله المحكمه العليا، والمحكمه العليا ما بتحكمش تقول مثلا ترامب كسب بايدن كسب، لا هي بتحكم في الاجراءات اللي اتخذت او اتبعت في عمليات فرز الاصوات واللجان الى اخره. بالإضافة إلى أنه طبعاً ممكن يتم رفع قضايا أمام المحاكم المحلية في كل الولايات. وبرضه أقول للمشاهد أنه أمريكا ما فيهاش انتخابات رئاسية واحدة، فيها 50 انتخابات رئاسية، يعني بمعنى أن كل ولاية في الولايات الأمريكية على بحد ذاتها هي كأنها دولة تجري فيها انتخابات رئاسية لاختيار إما بايدن أو ترامب. يعني لأنه كل ولاية كمان ليها قوانينها المتعلقة بالانتخابات وتفسيرها وكيفية الاعتراض على نتائجها إلى آخره. في نهاية المطاف إذا كل ده ما يعني فشل في تحديد مين الرئيس والمحكمة برضه نفس الشيء، ممكن في نهاية المطاف اللي بيحدد السائل ساعتها بيكون عدد تمثيل الأحزاب في كل ولاية، وكل ولاية بيحتسب لها صوت. وبالتالي من وجهة نظري الشخصية إذا ما وصلنا لهذا الأمر اضطررنا أن نصل إلى رأي الكونجرس، يكون المفروض الرئيس دونالد ترامب لأن سيطرة الجمهوريين على عدد أكبر من الولايات فتضمن لهم الفوز أو اختيار الرئيس من بينهم وهو طبعا الرئيس دونالد ترامب. نعم، أشكرك الأستاذ إيهاب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أستاذ أشرف، يعني من كلام الأستاذ إيهاب بيقول إن الانتخابات 50 ولاية بتختلف فيها الآليات أو ربما تختلف فيها طبيعة الانتخابات من ولاية إلى أخرى، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ يعني الولايات المتحدة هي شعب واحد ويفترض فيه نفس الإجراءات بتتبع ونفس التركيبة ربما تكون متشابهة في الكثير من الولايات. أنا عايز أوضح لحضرتك اللي الأستاذ أهاب قاله، اللي هو يقصد أنه في حال ما هو الانتخابات الرئاسية بننتخب الرئيس إزاي؟ الأول بيعملوا حملة، هي 5 مراحل، بيعملوا حملة استطلاعية علشان يشوفوا مين المؤيدين لهم والداعمين ماليا. المرحلة الثانية انتخاب من سيمثلهم، هو ده يقصد الحتة دي، من سيمثلهم في المجمع الانتخابي. خدي بالك لأنه الشعب لازم ينتخب مين اللي هيمثل الولايه ديت في المجمع الانتخابي. هو ده اللي هو يقصده. المرحله اللي بعد كده يبدا اللي احنا بنسميها مرحله قيام الناخبين المتقدمين للانتخابات الرئاسيه بالظهور في كذا ولايه، اللي هي وهو بيحس ان فيها انصاره من خلال الحزب بتاعه. المرحله اللي بعد كده بيبدا مرحله المناظرات، ان كل واحد يحشد ويقول انا هعمل كذا، ويبدا بقى يحلل ويبدا يقول الطرف الثاني. المرحله الاخيره اللي هو احنا فيها دي، طيب احنا قلنا انه انا متفق معاه في انه المحكمه الدستوريه العليا مش هتقول ترامب فايز او بايدن فايز. طب اسمح لنا ننتقل الان على الهواء مباشره لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لسكرتير ولايه جورجيا حول الانتخابات الامريكيه بالولايه. اكد لكم ان سنحصل
يعملوا على محاولة فرز كل هذه الأصوات، علما أن بعض بطاقات الاقتراع من بعض القطاعات الصريحة سيتم إدخالها في الأنظمة في الأيام المقبلة. نحن نعمل على تحقيق هذه النتائج اليوم قدر الإمكان، ونعمل مع المقاطعات التي تملك أسئلة بشأن تطبيق هذه الإجراءات. نحن نقدر كل الأشخاص الذين يعملون بسرعة، ولكن نحن نركز على الدقة في الحصول على النتائج، فالدقة هي التي ستسهم في الحفاظ على مصداقية هذه الانتخابات. إذن الدقة حيوية لنا وهي المفتاح لكل عملياتنا، وأريد أن أشدد على الجميع من هذه المقاطعة وهذه البلاد أنها للمرة الأولى تستخدم جورجيا استخدام بطاقات الاقتراع الورقية منذ عقود، وحصلنا على 250 ألف بطاقة اقتراع الأمس، واليوم حصلنا على 60 ألف بطاقة. وسأشير إلى الأرقام. حصلنا من إحدى المقاطعات 3027 صوتا، من شاذم أكثر من 17,000 صوت، من كليتن أكثر من 7,408 صوت، فلويد كاونتي 682، ومن إحدى المقاطعات 65,000، فولتن كاونتي من فولتن 11,000 بطاقة، من بمقاطعة هاريس 3041 بطاقة اقتراع، Putnam County من باتنام 1,500 بطاقة، for a total right now of approximately والآن حصلنا على تقريبا 60,000 بطاقة اقتراع، وسنستمر بالعمل على الإجراءات القانونية اللازمة. وأعرف أن هناك الكثير من المقاطعات التي عملت خلال الليل لمحاولة قدر الإمكان على الحصول على أعلى نسبة من فرز الأصوات، وسنعمل على تعداد هذه الأصوات، ولكن السبب التأخر في بعض المقاطعات هي اعتماد على بعض الأنظمة الخاصة بها، ولأنها تتعامل مع بطاقات الاقتراع الغيابية، ولكن نحن سنحل هذه المسألة اليوم، وأقدر حصول النتيجة على أمل في نهاية اليوم. أنا مستعد للإجابة عن الأسئلة التي تملكونها. هل بإمكانك أن تفسر لنا لماذا يبدو أن هذه الأصوات غير واضحة؟ كما ذكرت سابقا، تصلنا بطاقات الاقتراع وحصلنا على معظمها في بحلول 7 مساء من 3 نوفمبر، ولكن كان المتطوعون مشغولون بالحصول على بطاقات الاقتراع الشخصية، ولذلك فإن العدد الأصوات البطاقات المتوفرة ستتغير، ولكن الآن توقفنا عن الحصول على بطاقات إضافية، وتوقفنا اليوم عند حل 60,000 بطاقة اقتراع. Well, the main thing, there's several things that work on this system. نعمل على أمور مختلفة ضمن النظام، ألا وهي حصولنا على الكثير من البطاقات الاقتراع الورقية، وعلينا التركيز عليها والتدقيق فيها، ولكن نملك أيضا مراقبين في العديد من مراكز الاقتراع وفرز الأصوات للتأكد من صحة هذه العمليات وكيفية التعامل مع بطاقات الاقتراع وكيفية إدخالها إلى النظام. تملك فلوريدا مقاطعات أكبر، ولكن عدد المتطوعين أكبر. نحن نملك هامش أصغر من حوث الأصوات، ونحن نشعر بالضغوط المفروضة علينا، ونحن نعمل بجهد لإنهاء هذه العملية وللتدقيق في بطاقات الاقتراع. نملك أكثر من 150 شخص يعملون للحفاظ على العملية الديمقراطية.
وهم يدركون ما هي الضغوط المفروضة عليهم ويفكرون بأصوات التي أدلى بها كل شخص في هذه المقاطعة وفي البلاد. هم لستوا مشتركين في عمليات التزوير، بل أقول لكم يبذلون كافة الجهود لفرز هذه الأصوات، ونحن نريد شكرهم على ذلك، ويعملون على عد كل من بطاقات الاقتراع التي حصلنا عليها. لم نتخذ القرار بعد، ولكن علينا تعيين المعايير بحسب المدراء، وسيتم تقرير ذلك بعد الحصول على شهادات من المقاطعات. السكرتير هو الوحيد الذي سيتمكن من الموافقة على هذا القرار، ولن أتكمن من الإجابة باسمه. سنتعامل مع هذه الدعوة القضائية على مستوى المقاطعة، ولكن أنا متأكد من أن اللجنة القضائية ستساعدهم على تفادي ذلك. نعمل مع المقاطعات لنفهم كم من الأشخاص لن يكونوا متوفرين. نعرف أن الانتخابات لم تنتهي بعد، فلا يتم احتفال بطاقات الاقتراع الغيابية، فبعضها قد أرسلها الجنود من خارج البلاد، وعلينا التأكد من أنها مؤرخة بالثالث من نوفمبر. وفي بعض الأحيان علينا التأكد من أنه تم التوقيع على كل بطاقات الاقتراع، لذلك ستستغرق هذه العملية بعض الوقت، ومن الأرجح انتهاء العمل عليها حتى نهاية نهار الجمعة. Yes. Yes, sir. في حال وجود أي مخالفات نحاول التحقيق فيها قدر الإمكان ونرفع بها التقرير، وإذا اقتضى الأمر نبدأ بالتحقيق بها. لن أعطيكم جوابا مؤكدا بشأن ذلك، ولكن سأكون محددة. لن يكون هناك من تزوير في محاولة فرز الأصوات. Nothing, because I've not heard of anything about a corrupt scanner in Gwinnett County. I have no information about that. لا أملك أي معلومات بشأن هذا الموضوع. كما قلت في بداية كلمتي، ربما بعض المقاطعات لم تضع المعلومات ضمن النظام الإلكتروني، ولكن نحن نتوقع وصول بطاقات الاقتراع الغيابية، ونحن نعرف ما هو عدد الطلبات، ونحن نعرف أننا نملك القدرة على فرز ذلك، ولكن حاليا نحن قادرون على التعامل مع هذه الأرقام الكبيرة. بحسب قانون جورجيا، يمكن لأحد المرشحين كانت الجهة الخاسرة أم الرابحة بالمطالبة بإعادة فرز الأصوات إذا كانت النتيجة متقاربة ب 0.5%. نحن ندرك ما هي الحالة السياسية بعد عام 2018، ونوفر لكل مقاطعة الأدوات اللازمة لإعادة فرز الأصوات إذا اقتضى الأمر ذلك. مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي لسكرتير اللجنة الانتخابية بولاية جورجيا، هذه الولاية التي يمثلها 16 صوتا في المجمع الانتخابي. ركز على الدقة والحيوية في عملية فرز الأصوات، وأنها
تستخدم البطاقات الورقية منذ عقود، وبالتالي هي آلية معتمدة منذ سنوات. أيضا تحدث عن أنه في حال وجود أي مخالفات سوف يتم التحقيق فيها. عودة من جديد لضيفي الأستاذ أشرف أبو السعود، وفكرة ما إذا وصلنا في الأزمة إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب. في القانون مجلس الشيوخ بيختار نائب الرئيس ومجلس النواب بيختار رئيس البلاد. في هذه الحالة مجلس النواب ذو أغلبية ديمقراطية، هل يرجح في حال الوصول إلى الكونغرس الأمريكي سيتم التصويت لجو بايدن بمقعد الرئاسة إذا وصل الصراع إلى الكونغرس؟ بنسبة كبيرة طبعا أنا أرجح هذا الرأي زي ما قلت لحضرتك، لأنه الفترة الرئاسية بتاعت ترامب ما كانتش فترة على المستوى الداخلي أو الخارجي إيجابية. هو يواجه مشاكل كبيرة جدا. ترامب يضع في حسبانه أن يصل إلى هذه النقطة، علشان كده هو بدأ بسيناريو الأزمة أنه عمال يشكك. وبالمناسبة هو بيشكك في القصة دي، في قصة الاقتراع البريدي قبل بداية الانتخابات. هو بيمهد لنفسه، ونفس الحركة عملها مع كلينتون في 2016. في النهاية هو بيستخدم كل الطرق القانونية المسموحة للمرشح الرئاسي المحتمل علشان يمهد لنفسه، يقوم بحركات سرية ما. لكن إذا وصل الأمر أنه المحكمة العليا شافت أنه رأيه ده مش سليم، يبقى العملية هتستمر أيضا لحد ما نصل إلى مرحلة المجمع الانتخابي. إذا استطاع، وهو بعيد إلى حد كبير من الوصول إلى رقم 270، هو ده الرقم الحاسم إن اللي بيحصل عليه ده خلاص هو ضمن الرئاسة، بغض النظر عن عدد أصوات التصويت الشعبي. بايدن هو واصل، هو مقترب جدا من رقم 270. 264 حتى الآن. 64 ممكن يظل واقف على 64 وما يتقدمش. هو الثاني وصل ل 214 وكل 17. في النهاية هو بعيد عنه. وان الفارق اللي قلت لحضرتك اللي هي 10% ديت ربما هي اللي عاملة الفارق الكبير. جو بايدن بيتبنى مدرسة كلينتون وأوباما في السياسة الخارجية الرشيدة، في الإدارة المؤسسية لمشاكل الدولة، في التعامل مع دول الجوار على نحو. اسمح لي أستاذ أشرف، يعني وقت هذه الحلقة قد انتهى، وبقي لي أن أسأل حضرتك عن السيناريو الرابع وهو سيناريو الصفق. الصفقة. هل سيقبل بايدن في حال ما إذا وصل إلى نقطة المواجهة الحقيقية مع ترامب بالخروج الآمن لترامب من طبعا الوقت؟ يقبل، لأنه ده حصل في التاريخ الأمريكي، ودي مش الحالة الأولى. هو هيقبل في النهاية، هو ترامب هيتنازل له عن مقعد الرئاسة في مقابل ألا يقدم إلى أي محاكمة من أي نوع. والحقيقة أنه تاريخ الانتخابات الأمريكية شهد ده ومقبول. وفي النهاية بايدن يسعى يرغب هذا الرجل العجوز ذو 77 عاما أنه يصل إلى مقعد الرئاسة. ده في حد ذاته حلم إلى كثير من الأمريكيين. نعم، أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ أشرف أبو سعود الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وما زلنا نتابع تطورات المشهد الأمريكي وانتخابات الرئاسة الأمريكية. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل للأخبار.